وانضم ايضا الينا هاتفيا من المغرب البطله المصريه ياسمين حمدي المتوجه بذهبيه الكاراتيه وزن 55 كيلوغرام. ارحب بك كابتن ياسمين. ألو، نعم اسمعك بوضوح كابتن، هل تسمعينني جيدا؟ تمام كده. استاذنك ان تستمعي الي عبر الهاتف وليس التلفاز. حدثيني عن لحظة التتويج ورفع العلم المصري، خاصة أنك تلعبين رياضة يراها البعض إلى حد ما عنيفة. ألو، أنا سامع حاجة؟ كابتن ياسمين هل تستمعين إلي بوضوح؟ تمام كده. نعم. أسألك عن إحساسك بالنجاح ورفع العلم المصري في هذه البطولة وأنت تلعبين لعبة الكاراتيه. طبعا احساس ما يتوصفش، ان احنا هنرفع علم مصر وفي دوره كبيره زي دي، دوره زي الالعاب الافريقيه، بيبقى ليها طعم مختلف تماما اصلا، لان انت بتبقى جدول ميداليات وكل ميداليه بتبقى محسوبه، فطبعا هو شعور ما يتوصفش. ميداليه الذهب دي يعني الحمد لله. شعور الذهب مختلف عن الفضة والبرونز، وأيضا زملائك في الفريق، حدثينا عن الميداليات التي حصلوا عليها. هو احنا المنتخب جاي ميداليتين ذهب وثمانية فضة وتقريبا 3 أو 4 برونز. أنا بس مش متذكرة بالظبط، يعني إن احنا لسه مخلصين لعبة حالا. إذن شكرا جزيلا ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله في باقي المباريات وتعودوا إلى مصر سالمين رافعين العلم أكثر وأكثر. شكرا جزيلا من المغرب البطلة المصرية ياسمين حمدي المتوجة بذهبية نهائي الكاراتيه وزن 55 كيلو جرام.